ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم على اكتر الابراج اللي بتتوافق مع اصحاب برج الدلو. برج الدلو اول حاجه كده عشان نبقى متفقين، اللي بيتفقوا معاهم مبدئيا الابراج الناريه اللي هي الحمل الاسد القوس، بالترتيب الحمل الاسد القوس. ممكن يكون في اصحاب برج الحمل لما بيتقابلوا مع اصحاب برج الدلو في البدايه بيحصل شويه مشاكل ما بينهم، او وفي نقطه كده تفاهم بتكون غلط بياخدوها عن بعض بسبب ان هما الاثنين صرحاء جدا، بيقولوا كلام صراحه، ما بيعرفوش ان هما يكون عندهم نوع من انواع الدبلوماسيه في البدايه. لكن بعد كده علاقتهم بتتحول لاعجاب رهيب، حتى لو مش اعجاب عاطفي بيبقى اعجاب الشخصيه نفسها، بيبقوا حابين الشخصيه نفسها. ده التعامل مع برج الحمل. هما الاثنين بيقدروا ان هما يفهموا بعض كويس جدا، بيبقى عندهم حريه وعندهم التنوع وحابين دايما التغيير في حياتهم، حابين الانطلاق في حياتهم. ده بيساعدهم ان هما الاثنين نفس الدماغ بمعنى اصح، فدي بتبقى حاجه حلوه جدا. حتى لما بيبقى فيه عصبيه هما الاثنين نفس العصبيه، لكن بيقدروا ان هما يعدوا لبعض ويقدروا ان هما يتحملوا لبعض. يعني من الاخر هما الاثنين في البدايه ممكن يكونوا اول لقاء ما بينهم يبقوا مش متفاهمين او يبقوا شايفين بعض بشكل مش الصح، لكن بعد كده بيبقوا حابين يكتشفوا بعض، حابين ان كل يوم في حياتهم يكتشفوا حاجه جديده ويغيروا حاجات، يعني يعملوا حاجات جديده في حياتهم عشان تبقى حاجه جديده للتاني او للطرف التاني. يعني من الاخر بيحبوا يبهروا بعض، دي حاجه هتبقى حلوه جدا فيهم، ونسبه التوافق ما بينهم بتبقى عاليه جدا، بتبقى 90%. برج الاسد مع برج الدلو بيبقى نفس الكلام، لكن بيبقى اقل شويه في حته معينه، اللي هي ان اصحاب برج الاسد هيبقوا شايفين او حابين ان هم يكونوا واخدين الضوء كله، او الضوء كله يبقى متسلط عليهم. واصحاب برج الدلو الهوائيين بيحب انه يسمع الشكر فيه، ويحب ان الناس تمدحه، فبالتالي بيبقى الاسد شويه بيتضايق ان هو لو خد منه الضوء. يعني من الاخر لازم يبقى في علاقه عاطفيه قويه جدا وبيحبوا بعض كتير قوي عشان خاطر العلاقه ما بينهم تبقى ناجحه. لكن كحب ومشاعر ويعني عفويه في الكلام وكل الحاجات دي هيبقوا مع بعض هايلين جدا. نسبه التوافق بتكون من 85% ل 90%، يعني مقارب جدا لاصحاب برج الحمل. الدلو مع القوس بتبقى برضه علاقه جميله جدا، رائعه جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع الملل، لكن بيبقى فيها شويه عصبيه بتبقى ناتجه عن ان اصحاب برج الدلو شويه ممكن يستفزوا اصحاب برج القوس، واصحاب برج القوس بيبقوا عصبيين جدا في انفعالاتهم، فبالتالي يعني هيبقى في شويه اختلاف بسيط جدا، لكن بيقدروا ان هم يعني من نوع لو ما تلاقوا الدلو والقوس مرتبطين ببعض هتلاقوا ان هم يعني ممكن يحصل مشكله خناقه ما بينهم، تاني يوم كان ما فيش اي حاجه خالص وبدأ ان هم يتعاملوا عادي جدا. ده يعني الميزه بتاعتهم. نسبه التوافق بتاعتهم بتكون من 85% ل 90%، الابراج الناريه اللي بتتفق مع اصحاب برج الدلو. تاني حاجه من اللي بيتفقوا مع اصحاب برج الدلو اللي هم اصحابه الابراج الهوائيه اللي زيه، اللي هو الجوزاء والميزان والدلو اللي زيه. اصحاب برج الجوزاء بيبقوا متفاهمين جدا مع اصحاب برج الدلو، هما الاثنين بيبقى علاقة حلوة جدا جدا، فيها كتير من التغيير وما فيهاش ملل، بيحبوا يغيروا من نفسهم وبيحبوا ان هم يعملوا كل حاجة جديدة في حياتهم، بيحبوا التجربة جدا، وده اللي بيثير اصحاب برج الدلو. بيحبوا الناس اللي بتحب التجربة، سواء كان اكل، سواء كان خروجة، سواء كان اي حاجة، فدي بتبقى حاجة حلوة جدا ليهم. لكن مشكلتهم في ان هما الاثنين هوائيين، يعني ما عندهمش اللي هو ايه ان حد منهم يفكر بالطريقة الصحيحة، لا، فكروا في حاجة لازم تتعمل لكن ما بيخططوش قبلها. يعني علاقة بتبقى ناجحة جدا جدا، لكن ممكن يحصل فيها شوية مشاكل. كمان ممكن يعني حد لو دخل ما بينهم طرف ثالث في الموضوع فبتبقى مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن هما الاتنين هوائيين بيتأثروا بكلام الناس، فلو هما مسكوا في بعض كويس جدا يعني يبقوا مؤمنين ببعض ان هم مش هنسمع كلام لاي حد مهما حصل، مفيش حاجه هتاثر فينا، واخدين القرار ده عن ثقه، خلاص يبقى هو مفيش اي مشاكل. نسبه التوافق ما بين الدلو والجوزاء بتكون 80%.
اما الدلو والميزان هما الاتنين بتبقى علاقتهم ببعض كعلاقة في البداية بتبقى جميلة جدا رائعة جدا، بيبقى في البداية ما فيهاش ملل، لكن بعد كده بيبدأ الدلو شوية يمل من اصحاب برج الميزان. ليه؟ لان اصحاب برج الميزان عندهم شوية كسل، رغم ان هما متشابهين كتير في حاجات كتير كتير جدا من صفاتهم ومن حياتهم، وكمان تفكيرهم شبه بعض جدا. دايما تلاقوا ان صداقة الدلو والميزان بتبقى قوية جدا، لكن العلاقة العاطفية بيبقى فيها بعض من المشاكل، ان اصحاب برج الدلو المبدعين اللي بيحبوا التغيير اللي بيفكروا اللي بيحبوا الخروج الانطلاق، بيلاقوا ان اصحاب برج الميزان دايما عندهم شوية كسل، شوية بيملوا، شوية لا مش عايزين نروح المكان ده، فبالتالي الدلو دايما بيتخنق وبيبقى مش متنرفز جدا ان اصحاب برج الميزان مش موافقين الرأي في الانطلاق ودماغ عامة برج الدلو. اما بقى نسبة التوافق ما بين الدلو والميزان برضو بتكون 80% زي الجوزاء. لو هنتكلم على الدلو والدلو بتبقى علاقتهم حلوة جدا كصداقة برضو، لان هما الاتنين فاهمين بعض جدا وفي ما بينهم انسجام كصداقة، لكن كعلاقة عاطفية هما الاتنين بيبقى عندهم حتة اللي فاهمين بعض، يعني مش هيقدروا يخبوا حاجة عن التاني. هما الاتنين عندهم على فكرة يعني برج الدلو عندهم غموض، الانسان اللي قدامهم ممكن يبقى هو زعلان من حاجة والانسان اللي قدامهم بيتشال ويتدب في الارض عشان يفهم هم زعلانين بسبب ايه، وما بيقولوش، ممكن يكون واضحين عليهم، هم عايزين الناس تفهم هم زعلين زعلان يعني زعلانين منهم ليه من غير ما ينطقوا. فالدلو مع الدلو بتبقى مكشوفين، لكن في حتة معينة كده مش هيقدروا يفهموها لبعض، هما الاتنين بيبقوا غامضين لبعض رغم ان هما نفس اصحاب البرج، شوفين لبعض في حتة ان هما الاتنين عارف ان ده عنده غموض ودي عندها غموض، فبالتالي هما الاتنين مش هيخشوا في غموض بعض او ان هما الاتنين هيسألوا، فدي هي دي المشكلة. دايما انا ما بحبش التعامل مع يعني في العلاقة العاطفية بالذات ان اصحاب البرج يبقى مرتبطين من نفس اصحاب البرج، بيلاقوا مشاكل بتبقى مشاكل نفسية اكتر، يعني ما بيقدروش ان هم يوصلوا لطاقة ايجابية او حاجة ايجابية في حياتهم بالشكل الكامل، لازم يضغطوا على نفسهم جدا في البداية عشان لما يكبر بيهم العمر شوية يبقى فيه تفاهم اكبر. لو هنتكلم على اصحاب بقى الابراج الترابية والابراج المائية، لا بيبقى التفاهم شوية بيبقى صعب مع اصحاب برج الدلو، والعلاقة العاطفية بتبقى بتخش في مشاكل زيادة. عامة أصحاب برج الدلو بيبقى بيلاقوا راحة مع أصحاب برج أصحاب الأبراج النارية وأصحاب الأبراج الهوائية اللي هو تبعها، لكن المائية والترابية بيلاقي مشاكل وما بيبقاش فاهمين بعض، بيلاقوا غموض، ما يلاقوا حاجات مش نفس دماغهم، الأقرب لدماغهم الأصحاب الأبراج النارية والهوائية. كده احنا قلنا اكتر الابراج اللي بتبقى اكثر توافق مع اصحاب برج الدلو، بتمنى ان انا اكون فدتكم. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبشكركم جدا وسلام.